مشاهدين شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة تطوان. حاليا احنا كنتواجدوا مع هذا الشاب اللي هو بنى دارو، هذه 29 عام في بابتازا، بناها يعني بالرخصة ديالو والوثائق ديالو كاملة، دخل فيها الموضة ويعني عمل المسائل القانونية ديالو كاملة وبالوثائق ديالو كاملة. دابا في 2021 يعني عاد مؤخرا جاو عنده المسؤولين وقالوا له باللي الارض تبع المياه والغابات. هاد السيد هذا حاليا يعني رفع الدعوه، دفع واحد الشكايه وكيتسنى ان العداله زعما تاخذ مجراها، كيتسنى شنو غدير مع المحكمه. ويعني كيلتمس جا من منبر ديالنا ديال شوف تيفي انه الا كان شي واحد يعاونو، حيت كيف ما قلنا يعني جاتو غريبه انه يعني هاد السنوات كامله هو عايش يعني بالورق ديالو، بناها كانت عنده الرخصه، كان عند يعني بالعلم السلطات، بالعلم ديال كل شيء، فتفاجأ يعني بعد هاد السنوات كامله انهم يجيو يقولوا له بلي الارض تبع المياه والغابات. تفضل سيدي عاود. السلام عليكم. حنا ديال 29 سنه وحنا ساكنين دابا حاليا 2021 19/5 جانا عند المياه والغابات والسلطات، قالوا لي انت ساكن في الغابه، قلت له كنت انا ساكن في الغابه، وقدام السلطه قلت له كنا ساكنين حنا في الغابه، جاي من الماكينه بدا من القاعده الشر ولا من رز الشر نحيدو الديور نشوف حنا، ما نطولوا لا محكمه لا والو، لا ما نخدو حتى شي حاجه هنايا. قال لي اتجه عمل معاه دعوه، مشيت عملت معاه دعوه، عملت واحد المحاميه قالت لي شوف يعني حتى انت نشوف تخرج ديك الاستدعاء ما نشوفوش شنو فيها. ملي خرجت الاستدعاء عرفت معاه دعوه، مشيت حضرت يعني طلبوا واحد الاذن يعني محمد يعني معاه كيطلبوا واحد الخبره يعني عيط لي عيطوا لي قالوا لي شوف حنا غادي نجيو نشوفوا ديال الارض وكل شيء. قلت له شوف دابا انايا حاليا مشيت في البلاد ما عنديش حاجه شغل، ملي كنت ما غنعيط لك قوزو هو واحد شويه عيط لي، قلت له شوف اعمل من الاثنين فوق، بغيت واحد الاثنين اجي لعندي كنت ما كان في الدار. قال سيمانه ما عيط لي شي حد، انا نهار خرجت من الدار عيط له شي واحد قال له فلان تسافر للمدينه، ديك الساعه جا للدار ديالي يعني جا تما كنتيش انت نهار شي حد حضر تما كنت انا تما كنت انا في الدار. وكنحسو جي مع السلطه اللي كما جا معاه من نهار الاولى رفد من الطريق. نعم تنهار داك خصو يجي مع السلطه. ملي عيط لي شي واحد قال لي شوف، قال لي راه مياه الغابة كسر عليك في الارض ديالك مع الدار ديالك وكل شيء. ملي عيط له قال لي انا ما جيتش على حسابك، قال لي انا ما جيتش على ارضك ما جيتش على حسابي. ملي اتجهت للدار ديالي جبرت دور لي مع الدار ديالي بلا قانون ديالي بلا استجواب ديالي. نعم هادشي اللي كاين دابا لحد الان باقا ديك الارض مدوره او لا صافي؟ لا الارض الارض انا عندي شي محروطه شي باقي. دابا انا عندي كتسمى جا الشتا ما كنحرش دابا عندي، وعندي كلشي تيو ديالي كلشي عندي مزقب يعني مع شحال من الارض شحال من الحرط عملت فيها. ما دابا عندي محروط ولكن ما منعكش انك تدخل من ليله او شي حاجه؟ لا ما منعنيش ندخل من لا منعني من ما منعني والو. وديك شي قلتي رفعتي واحد الشكايه عند المحكمه؟ رفعت الشكايه للمحكمه. رفعتها ودابا قال لي غادي يعبر الارض، قال لي غادي نشوفها. وانت الا كنت انا ساكن في الارض الدوله راه خصك عندك معروفه محدوده. أيه. يعني النهار اللي انت مثلا في الارض نبني فيها ولا نهجم عليها نطوع في الغابه خاصك يكون عندك واحد الرخصه بيا. نعم. واحد الشكايه يبقى الارض محدده. نعم. شحال قطعت الشجر، شحال قطعت الدلم، شحال حفرت السود، شحال حفرت طبعا شحال حفرت الارض تبع المياه والغابه. الا حفرت السد خاصك انك تبني فيها في الاصل. نعم ممنوع. الا حفرت السد خاصك ديكلاريبيه، حفرت البير خاصك ديكلاريبيه، حفرت الصندوق خاصك ديكلاريبيه، لان انا هاجم. نعم هادشي اللي كنعرف انك يهجم يعني خاصك تعمل واحد الشيء يعني بان نهجم. نعم دابا حتى 2021 غادي تقول انا هجمت الارض وعندي حارت في الارض، عمل لي الحارت. نعم وانا ساكن ما عملت شي سكنه. خاصك تعمل لي بان انا ساكن، تعمل لي يعني الشكايه حافر الماء، حافر بزاف د الحوايج. نعم وصا خليتني حتى سافرت انا من الدار غير ما جيت تشوفني انت مع الدار ديالي، دور لي في الدار ديالي. علمني عيط لي كما عيط قلت لك انا ما نجم داخل سيمانه غادي نكون تماك، ساعه جينا عندي. انت خليتني حتى مشيت انا مدينه ما عيط لي شي واحد عيط لي قال لي شوف المياه والغبس كاس لك في الارض ياك. ملي عيط له قال انا ما جيتش على حسابك. نعم ملي رجعت للدار ديالي جبرتو سرالي مع الدار ديالي. عملت شغل عملت الشغل ديالك بلا قولان ديالي، ما عندكش الحق تجي للدار ديالي تنكون تماك. نعم واش شنو كتطلب دابا تينا؟ شنو كتطلب؟ انا كنطلب السلطات تدخلنا في هذا الشيء هذا. السلطات وساعدة الدائره وساعدة الوكيل وساعدة العامي وسيدنا الله ينصرو في الاخر ديالنا عاجلا ان شاء الله. يعني وصلنا لشي مرحله. كنتوا معنا في هذا البث المباشر مدينة تطوان، كيف ما سمعتوا يعني السيد اللي معنا عاد لكم بالضبط القصة شنو كاين. يعني جاتو شي حاجة اللي غريبة أنه 29 عام بس سكن باش بنا باش كل شيء، ودابا حاليا يعني يجيو يقولوا له باللي يعني الأرض كتابعة المياه والغابات. حنا كيف ما كنعرفوا كاملين أن الأرض اللي كتكون تابعة المياه والغابات أنك أصلا ممنوع أنك تبني فيها من اليوم الأول، وما كتعطيش أصلا الرخصة ديال البناء، وزيد كتكون مجموعة ديال الحاجات أخرين.
فالرقم ديالو حنا خليناه لكم هنايا، الا كان شي مساعده اللي قدم له يد العون انهم يوقفوا معاه باش يحل المشكل ديالو. وحاليا ما كيطلب حتى شي حاجه، الا كان شي واحد يوقف معاه في هذا الملف ديالو باش ياخذ حقه، حيت صراحه يعني ماشي معقول ان واحد الانسان يعني سكن بالقانون ديالو كامل بالورقات كامله تجي بين نهار وليله تقول له خصك تخرج. فاذا مشاهدين شوف تي في كنتوا معنا في هذا البث المباشر مدينه تطوان، مع السلامه.